تجربتي مع العداد الكهرباء اللي بالشحن، نهيت بقى خارجة بره شوية زي ما انتوا شايفين، خبطت عليها خبطة عشان تدخل لجوه، العداد راح مديني تلاعب وفصل، خلاص كده مفيش كهرباء. اتصلت بقى بالشركة، هيبعتوا حد يعمل معاينة بقى وقصة. لما يبقى عندك عداد حساس بزيادة فيقفش عليك ويتضايق وياخد جنبه وبتاع، حاجة يعني بجد آخر روقان. بعد الشحطاتة واللف والدوران على مراكز شركة الكهرباء، بعتوا معايا فني، كل اللي عمله إن هو ربط المسمار ده كويس، عشان المسمار ده لو مش مربوط كويس تقريبا في سنسور ورا أو حاجة بيدي ان في تلاعب، طبعا بيفصل العداد. فيعني لو في ناس عندها عداد كهرباء جديد، مهم جدا ان المسمار ده يكون مربوط كويس، والا اي هزه للعداد بيفصل وبيدي تلاعب وخلاص، وعيش حياتك بقى لف ودوران واتصل بالشركه واشتكي واعمل وانت عندك كهرباء. صباح مساء الفل.